صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. الأحد 23 أكتوبر 2022 من قناة الملكة والأمير، اليوم 13 من الشهر المبارك بابا. أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا. نياحة القديس زكريا الراهب ابن كهارب واستذكار نياحة القديس زكريا الراهب ابن كهارب والصلوات تكون معنا. آمين. من الأخبار المهولة، فيديو أحمد العوضي يبي بوعده لعامل النظافة التي طرد من مطعم. مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. اللعنة وللعنة لهذا الشخص الملعون، الشخص الذي لم يجد أحد يقف أمامه، الشخص الغير محترم، البرنس المصري يحرق به الإنجيل ويحطم الصليب بالشبشب ويهدد أقباط مصر موجها لهم شتاء بذيئة. إخوة مسلمون لازم يتحاكم. نجيب جبرائيل غياب العقوبات الرادعة جعله يتجرأ إلى هذه الدرجة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للتيك توكر الذي يحمل حسابه اسم البرنس المصري، واصل فيه إهانة المسيحية حيث حرق الكتاب المقدس، وموجها خلال الفيديو أيضا شتائم بذيئة للمسيحيين الأقباط، كما قام بتحطيم صليب باستخدام الشبشب وسب السيد المسيح، ولم يتوقف عند ذلك بل وجه تهديدات للمسيحيين. وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي الذي نشر على حساب باسم جوزيف جيرجس وصاحب الفيديو تعليق: يا جماعة، الغرض من الفيديو عرض الفيديو انه يتحاسب ويتحاكم ويتسجن هذا الشخص، وده الدليل علشان بيمسح بعد كده وبيعتذر جدا عن هذه الالفاظ البذيئة، بس لازم تعرفوا قد ايه هو قليل الادب وكده كتير، مش معقول اللي بيحصل ده. وزودها قوي: يحرق الانجيل على الهوا ويضرب الصليب بالشبشب غير الفاظ القذره. الانجيل مش اي كتاب عادي، ده بيمثل لينا نحن المسيحيين كلام ربنا، وكل كلمه فيه موحى بيه من الله، والصليب كمان له اهميه كبيره عندنا. مين اللي وراه الزفت ده؟ لازم يتحاكم محاكمه ازدراء الاديان ويتم القبض عليه. هتستنوا ايه تاني؟ عمل اكبر فتنه. نطالب القبض على البرنس الذي الدوله فيها قانون الماده 95 ده ازدراء اديان وتجديد السلم العام وفتنه طائفيه. الفيديوهات بيعملها على التيك توك، وعقبال ما نسمع تم القبض بلاغ للنائب العام لمنع الفتنه، وارفق بالمنشور عنوان تقرير الموقع الاقباط المتعدون تيك توك يعين المسيحيه ويخوض في سمعه النساء المسيحيات مرتديه الملابس كهنوتيه وموسيقا الصليب بالمقلوب. البرنس اثار غضب الاقباط وبلغات النائب العام للقبض عليه. اتمنى تحرك الامن وايضا المحامين ضد هذا الشخص، ليس لانه يثير تويتر والفتنه او توتر بالفتنه من المجتمع، رساله للنائب العام. الشخص ده عامل اكونت على التيك توك باسم البرنس المصري وبيصور فيديوهات وهو لابس ملابس كهنوتيه ومعلق الصليب وراه بالمقلوب، وماسك في ايديه صليب برضه بالمقلوب بإيد المسيحيه ورموزها المقدسه، اهانه واضحه بالالفاظ والحركات والقول والفعل. وباسم كل اقباط مسيحي مصر بنطالب بسرعه القبض عليهم ومحاكمتهم منعا لاثاره الفتنه وتجديد السلم العام. يا ريت كل اللي يشوف البوست ده يعمل شير على صفحته علشان الرساله توصل بشكل جماعي. وطالب اقباط النائب العام بالقبض والتحقيق مع التيك توكر هذا الزفت اللعين، حسابه على التيك توك بعنوان البرنس المصري، كونه يتعهد اهانه المسيحيين خلال فيديوهاته، ما اثار غضب الملايين المسيحيين ومن الاقباط، واستنكر عدد كبير من الاخوه المسلمين ازدراء البرنس المصري المسيحيه. وكتب حسن باسم الشيخ احمد هاشم: دين المحبه لكم من كل تقدير، مني لكم كل تقدير، مضيفا بتعليقكم جديد: اخويا وحبيبي مستر جو، انت تعلم حب الشديد لكم، فانتم شرف لمن لا شرف له عن نفسي وعن كل رجل مسلم، بعتذر لكم. هذا شخص لابد من محاسبته فورا، مصر فيها قانون عاد وردع لكل من تطاول على الدين. وامن الرسول بما انزل اليه من ربي، والمؤمنون كل من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين احد من رسله. وعلقت مروه الزياره عنها: كمسلمه بقدمت الزياره لجميع الاخوه المسيحيين، لا ليمثل الا نفسه فقط، ولا بد ان يعاقب شد عقاب حقيقي ما لقاش حد يربيه. كما كتب معلقا حساب باسم محمد: لا كده غلط، عشان احنا مسلمين بنؤمن بجميع الرسل، وده انا بريء منه ومن امثاله، كلنا واحد مسلم ومسيحي. وطالب حساب باسم ازهار قطر بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمه، ده لازم يتحاكم. وكتب مصطفى على: في ربط واضح لحرق الكتاب المقدس، اجمل ما قيل في السيد المسيح كلمه الله التي القاها الى السيده مريم البتول
لماذا اخترت تلاميذك الاثنى عشر من البسطاء والفقراء والشكاكين والخائنين ايضا؟ كيف تقبل الحوار مع هذا اللص المصلوب؟ ما سر اهتمامك بهذا الابرص وهؤلاء المرضى؟ ولماذا جلست مع ذلك العشار؟ لماذا كنت محاطا بالجياع والعطاش والفقراء؟ لماذا لم تنصب لك قصرا وتستقبل المرضى لتشفيهم؟ لماذا لم تختار الحكماء ورجال الدين واصحاب النفوذ ليروك او يرافقوك؟ اخترت ان تسير في الشوارع والطرقات وتجلس ارضا. لماذا كنت تفترش الارض والشواطئ لتكرز وتبشر؟ اخترت ان تكون وسطهم واحد منهم. كنت وديعا ولكن سائلا، كنت بسيطا ولكن قويا، كنت صامتا ولكن مجادلا، كنت فقط تقول تصنع خيرا. كنت انسان ويجب ان يحاكم هذا الشخص بتهمة ازدراء الاديان علشان ما تحسش من اول الفيديو، علشان انجرى اتجرى وسب وشتم كل المسيحيين ومحدش حاسبه لا لمن ولا من الحكومه ولا اي اطراد من الشيوخ. الانجيل اولا انت بتقطعه، ده علمنا انك احبك ونصلي لك ان ربنا يغفر لك، ولكن انت عندك خطه ماشي عليها انك تسير بيتنا، لكن احنا بنحب اخواتنا المسلمين اللي انت مستحيل تكون منهم. صاحب الانجيل والصليب هيتصرف فيك. واستنكر المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان اساءه البرنس المصري المسيحيه، ما اثار غضب ملايين من المسيحيين، وتعمد البرنس المصري اهانه المسيحيه والخوض في سمعه النساء المسيحيات وارتدى ملابس كهنوتيه وموسيقى مسيحيه بالمقلوب وكشف برنامج بام النور او في النور عبر قناه سي تي في القبطيه الارثوذكسيه. المستشار نجيب جبرائيل تقدم مبالغ ضد هذا الشخص كما في ازدراء الاديان. وقال جبريل بتصريحاته الخاصه لبرنامج النور المذاعه عبر قناه السي تي في القبطيه، هذا السلوك المستهجن الذي قام به ويضع البرنس المصري ويرفضه الشعب، يرفضه الشعب المصري مسلمين ومسيحيين. لافتا تلقيت رسائل من اخواتنا المسلمين اعلنوا خلالها رفضهم لاهانه المسيحيه من قبل هذا الشخص. عفوا، كما لفت ما يحدث الان من ازدراء للديانه المسيحيه سبب عدم تطبيق عقوبات رادعه ضد كل من اساء للدين المسيحي موضحا، وكنا تقدمنا بلغات عدة ضد هؤلاء ومن بينهم عبد الله رشدي ومبروك عطيه، ولو كانت هناك عقوبات رادعه ضد كل من ازدراء المسيحيه وهي من الاديان السماويه لما تجرأ هذا الشخص على اهانتها. ولكن عايز اقول مع احترامي للاستاذ نجيب جبرائيل، انت اتكلمت عن الطفل شنوده وقلت انك هترجعه وهتعمل، ولا اي جديد ولا اي حاجه، ومفيش اي حاجه وكله كلام في الاقصى وكله كلام في الدنيا، والدنيا ماشيه سداح مداح، ولا عايز يعمل يعمل حاجه بتاع كشري التحرير يطلع ويرمي واحد عشان عامل نظافه، والبلد بقت ماشيه بحال غريب جدا جدا. يا جماعه عاونوا الرئيس، احنا في اعداء كتير قوي 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 بتحاول تخزن البلد دي وبتحاول انها توقع البلد. ارجوكم لازم نحافظ على نفسنا، لازم نقف جنب هذا الشعب، لازم نقف جنب هذا الوطن، الوطن اللي بيحمينا، الوطن اللي بيغطينا، الوطن هو كل شيء. مصر الحبيبه، مصر القديره، انتوا فاكرين الايام اللي كانوا ماسكينها ساعتها الاخوه وكانوا بيعملوا ايه فينا وبيعملوا ايه في البلد؟ لازم نقف جنب البلد مصر العزيزه، مصر الكبيره طول عمرها اللي هتفضل كبيره بشعبها العظيم بكل طائفيها مسلمين ومسيحيين. لا نترك هؤلاء السخفاء، هؤلاء الهزلاء، هؤلاء المجرمين الذين يحاولون ان يحطوا من مصر العظيمه، ولكن ربنا يعمل الصالح. واشكركم على محبتكم لاستماعكم لهذا الفيديو، وان شاء الله ربنا يصنع الصالح ويرد حقه ويرد صليبه فوق الرؤوس اللي هو يعتبر جهاله عند الناس، جهاله عند الجهلاء. الصليب هو أقوى وأعظم شيء لدينا لأنه فدانا. شكرا لكم أحبائي، لا تنسوا اشتراككم في القناة، قناة الملك والأمير لكم.